الأكل فاضل إيه؟ بعد الأكل فاضل إيه؟ العشرات تجمعوا من تيارات مختلفة وأعمار مختلفة ليوجهوا سؤالا أمام السفارة المصرية: كيف قتل خالد سعيد وبأي ذنب؟ الشرطة المصرية تقول إن خالد ابتلع لفافة مخدرات كانت بحوزته، لكن الشهود قالوا إنه راح ضحية ضرب مبرح من جانب رجال الأمن. عسكر 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 ليه؟ والناس وصلت لدرجة من الرعب إن هي ما تقدرش، إن حد لو بيستغيث ما يقدرش، إن هو يعني الناس ما تشوفه بيموت قدامها بس ما تقدرش تعمل حاجة، لأن كل واحد مرعوب على نفسه، كل واحد خايف يجرى له نفس اللي جرى. لا القانون الطوارئ، وإن أي حد يقدر يخش على أي حد يموته كده وخلاص بدون أسباب وبدون أي حاجة، وكمان باتهامات بطلة بعد كده. أشاركوا في التظاهر لأن حقوق الإنسان لا تتعلق بدولة أو بجنسية بعينها، فهي قضية عالمية مهمة. نتمنى أنها كانت تكون أكثر من كده، نتمنى العدد يكون أكثر من كده، لكن المشكلة أن الشعب المصري بيفتقد الإيجابية للأسف، ونتمنى أن سواء جوه مصر أو بره مصر يحصل مشاركة أكثر من كده. منظم التظاهرة ينتمون إلى الجبهة المصرية للتغيير وجبهة إنقاذ مصر، ومن الإخوان المسلمين جمعتهم قضية خالد في سبيل توفير مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، أو هكذا يرى المتظاهرون. أما مسؤول السفارة فبعد اتصالات مضنية لم يرغب أي منهم في التعليق على انتقال التظاهرات من داخل مصر إلى خارجها. المصريون الذين يعيشون في الخارج بعيدا عما يعتبرونه انتهاكات تمارسها الشرطة في مصر يعلنون رفضهم لمقتل خالد سعيد. تحرك ربما يعني أن صورة الأمن في مصر أصبحت ليست على ما يرام حتى بين من لا يعيشون تحت سلطته. من أمام السفارة المصرية في لندن، محمد طه، بي بي سي.